السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. بعض المتابعين سأل عن كيف نعمل ريفرش للكيبورد او اعادة تضبيط الكيبورد، وهاي طبعا اعادة التضبيط والريفرش تسمى في الياماها الانيشيلايز. كيف نعملها؟ هي طريقة واحدة، واحب اوضح ان ما يمسح اغاني ولا يمسح الكيبورد الايقاعات او اي شيء انت شغلك اللي انت عاملنه. كل الياماها بنفس الطريقة، تحط ايدك على المفتاح الاخير وتم ضاغط عليه، ما تشيل صبعك لغاية ما تفتح الشاشة معك كامل، تروح عند زرار التشغيل تعمل بالطريقة هاي، تشغل تفتح معاك الشاشة، تشوف تم تشي ضاغط، تشوف الشاشة لغاية ما تطلع معاك كلمة شوف الانيشيلايز سيستم سيت اب. ايوه بالطريقة هذه الحين انت عملت للكيبورد ريفرش وإعادة تضبيط إذا كان مهنج معاك أو شيء. وإلى اللقاء مع معلومة جديدة.